IAS 38 أو Intangible Assets and Goodwill. طب إمتى الأصل يبقى أصل غير ملموس؟ نمرة واحد، لما يكون حصل كنترول على الأصل ده من حادثة سابقة، يعني ما ينفعش أن أنا acquire أو internally develop an intangible asset تبقى لي حادثة هتحصل في المستقبل. نمرة اثنين، أن يكون في منافع اقتصادية مستقبلية هتفلو للانتيتي من جراء استخدام الأصل ده. طيب إمتى هيحصل measurement أو recognition للأصل غير الملموس؟ لما يبقى في probability المنافع الاقتصادية المستقبلية أن هي تفلو within the entity. نمرة اثنين، لما يكون التكلفة estimable أو ممكن أن أنا أقيسها بشكل منطقي. نمرة ثلاثة، الميجرمنت هيحصل at cost. في نوعين من الانتانجبل اسس. الانتانجبل اسس اللي بتبقى اكوايرد بشكل خارجي، يعني زي عملية الجودويل اللي بتظهر عن طريق الاكوزيشن، وفي انتانجبل اسس بتبقى ديفلوبد انترنالي، تمام، زي مثلا الار ام ديز او الريسيرش اند ديفلوبمنت او البحوث والتطوير باللغة العربية، يعني بتبقى موجودة في شركات البترول، بتبقى في شركات الأدوية، زي مثلا البحوث والتطوير اللي نتجت مثلا الفاكسين بتاع الكورونا. طيب ازاي اقدر اقول امتى الاصل الملموس يجي من الار ان دي او امتى يتسجل كتكلفه؟ طيب لو احنا في مرحله الريسيرش، يعني لسه بدور على الحل ولسه بدور على المنتج والمنتج لسه ما ظهرش تقنيا او ماديا، يبقى كل التكاليف اللي انا حاططها دي تنزل انكم ستيتمنت. طيب لو انا في مرحله الديفلوبمنت، يعني انا وصلت خلاص لفكره المنتج والمنتج في مرحله التطوير عشان يبقى منتج نهائي، بقدر اقول ان الكلام ده يتسجل انتانجبل الأسد لو تم تحقق 6 شروط. 6 شروط للتسهيل بقسمهم جزئين. الجزء الأولاني في شرطين عرفناهم قبل كده عن طريق التعريف، إن يكون في future economic benefits هتفلو للانتيتي. نمرة 2، إن التكلفة تبقى estimable. نمرة 3، إن في technical feasibility، يعني أكون خلاص وصلت لمعضلة الحل أو الفكرة من وراء المنتج ده. طيب التلات شروط الأخرى، إن يكون عندي الability وعندي resources وعندي النية أو intent إن أنا أكمل في المنتج ده لحد مرحلة السل أو مرحلة استخدمه. طيب نعمل ايه في موضوع subsequent expenditures لو في نفقات بعد القياس الاولي للاصل غير الملموس؟ النفقات دي ممكن تعلق على الاصل غير الملموس، ما فيش فيه مشكلة خالص، ولكنها لازم تميت الكريتيريا اللي قلناها في المعيار قبل كده، اللي هي تبقى في منافع اقتصادية مستقبلية هتنتج عن استخدام الاصل ده. نمرة 2، التكلفة بتاعة الاصل دي تبقى estimable او could be reasonably estimated. طيب الامورتيزيشن هتمشي ازاي؟ او طبعا احنا عارفين ان الاستهلاك هو لفظ يطلق على الأصول غير الملموسة، والإهلاك يطلق على الأصول الملموسة. طيب الاستهلاك هنا لازم نحدد حاجتين. أول حاجة الـ intangible asset ده الـ useful life بتاعته عاملة ازاي؟ هل هي definite ولا indefinite؟ definite يعني ليها عمر زمني معين، 10 سنين 20 سنة، أو indefinite مفتوحة إلى ما شاء الله. لو هي indefinite هيبقى مفيش amortization الحقيقة، وهيخضع لـ impairment of assets زي في معيار IAS 36. طيب لو هي الايكونوميك يوزفل لايف بتاعتها ديفينيت، يعني 10 سنين او 20 سنه او الحقيقه ببص على حاجتين هنا، ببص على العوامل الاقتصاديه والعوامل القانونيه. يعني انا لو جيت خدت يوز فراكت مثلا، مثال حق انتفاع بقطعه ارض معينه، طب قطعه الارض المعينه الحقيقه الحق الانتفاع قانونا 99 سنه، اما المشروع اللي هيبنى على الارض دي اقتصاديا هيقعد 20 سنه بس، يبقى الحقيقه هاخد الرقم الاقل ما بين ال 20 سنه وال 99 سنه اللي هو 20 سنه، واعمل امورتايزيشن للانتانجبل اسيت عليه. الامبيرمنت سهل جدا زي ما قلنا، وهنرجع لمعيار IAS 36. ويبقى حاجه اخيره، طب السبسيكوينت ميجرمنت للاصل هيبقى ازاي؟ طبعا هو الاصل يا اما كوست زي ما احنا عملناه، وبالتالي هيفضل بالتكلفه على طول ماينس الامورتايزيشن ماينس الامبيرمنت، او ممكن ناخد ريفالويشن موديل اللي هو بيخضع للتقييم او تحديد الفير فاليو للاسيت في سوق نشطه. اخر حاجه في المعيار بحب اركز عليها الحقيقه الجودويل او الشهره. طيب الجودويل هي بتنشا ازاي؟ بتنشا عن طريق بيزنس كومبينيشن، يعني لما بيكون شركه بتقوم بالاستحواذ على شركه ثانيه. وبتحصل امتى؟ لما يكون البرايس اللي انا دافعه في الاكوزيشن للشركه الثانيه دي بيكون اكبر من النت اسيتس اللي انا شاريها في الشركه دي، وبالتالي بينتج الفرق عنه جودويل. طيب الجودويل بتجت ريكوجنايزد از ان انتانجبل اسيت، وما بيحصلش امورتايزيشن، ولكن بيتقضى عليه impairment of asset طبقا لمعيار IAS 36. أشكركم جدا جدا على المتابعة، وياريت نكون لبينا المعيار السهل ده، وإن شاء الله ممكن أتلقى استفساراتكم وأسئلكم في الكومنتس في الفيديو. نشوفكم مرة تانية. شكرا.